تحدد الآن العراق إلى المباراة النهائية. أسود الرافدين الطرف الأول بانتظار الفارس الآخر للمباراة النهائية. مبروك من الأعماق لشعب العراق الحبيب، للعراق وكل أهلها. مبروك من الأعماق ليونس محمود ولكل الأجيال السابقة وللجيل الحالي. مبروك من الأعماق للبصرة وأهاليها. مبروك للمدرب واللاعبين والجهاز الفني. مبروك لأيمن حسين وإبراهيم بايش، فعلها العراق، اختارها ووصل إلى المباراة النهائية. يا لها من لقطة بين المستقبل والماضي، يا لها من لقطة بين الرأس الحربتي السابق. لا يرحل في العراق أسد إلا ليظهر أسد آخر. مبروك من الأعماق لكل هذه الفرحة الكبيرة ولهذه الدموع التي تنهمر فرحا. يا لشوقهم للفوز بلقب، يا لشوقهم للفوز ببطولة. لم يكتفوا بنجاح التنظيم بل وصلوا إلى النهائي. حظ أوفر من الأعماق للمنتخب العنابي، للقطري أيضا الذي قدم مشاركة بالرغم من أنه بالصف الثاني لكنه كان قريبا من الصفوف الأولى. بالتأكيد حظ أوفر للمنتخب القطري. ومشاهدينا، أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة. تقبلوا تحياتي، محدثكم فارس عوض، والكلمة تنتقل للزميل أسامة. أسامة، في العراق الأفراح لا تنتهي.